أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على حبيبنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ننقل لكم بإذن الله تبارك وتعالى عن قناة الجزيرة في اليوم 340 للحرب على غزة. وقعت واحدة من أبشع المجازر منذ بداية الحرب وفقا لما ذكره الدفاع المدني بالقطاع، الذي أعلن انتشال أكثر من 40 شهيدا وأكثر من 60 جريحا بعدما قصف جيش الاحتلال خياما للنازحين بمنطقة المواصي في خان يونس، مدعيا أن المنطقة كانت تؤوي مركزا للقيادة تابعا لحركة المقاومة الإسلامية حماس. من ناحية أخرى، استنكرت حركة حماس تصريحات المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي، الذي اتهم فيها الحركة بأنها العقبة الرئيسية أمام التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى. وقالت الحركة إن إدارة بايدن العاجزة تماما عن الضغط على نتنياهو تعتبر إلقاء اللوم على حماس أقل كلفة في ظل الانتخابات الأمريكية. وفي الضفة الغربية، جددت قوات الاحتلال اقتحامها لطول كرم شمال الضفة الغربية، وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية تسجيل 10 إصابات برصاص قوات الاحتلال في المنطقة. إذن نقلت لكم بإذن الله تبارك وتعالى ما ورد عن آخر الأحداث، والتي تشير إلى أن أكبر مجزرة تقع في المواصي في مدينة غزة في منطقة للنازحين قصفت من خلالها خيام النازحين بقنابل، كل قنبلة زينتها طن 1000 كيلوغرام، 10 قناطر من المتفجرات، أودت إلى اشتعال النيران في الخيام وأدت إلى عمق في الأرض مقداره 9 أمتار. واستصعب الأمر على هؤلاء العاملين في حقل الإغاثة لانتشال هذه الجثث، والأعمال جارية على قدم وساق للوصول إلى الجثث مع قلة الإمكانيات المعتمدة في تحقيق هذا المقصد. هذا هو الخبر إن شاء الله تبارك وتعالى. أولا، يقال بأن هذا المكان الذي يحدده العدو بأنه من الأماكن الآمنة لكثرة نزوح هؤلاء السكان، منهم من نزح أكثر من 10 مرات في غزة، وفي كل مرة يحدد مكان آمن إلا ويتعرض للغدر وللقصف. ولذلك فإننا نقول بإذن الله في مسألة الأماكن الآمة في غزة أن الحقيقة كما يراها العدو أن غزة أصبحت كلها مكان لا أمن فيها ولا أمان. ففلسطين الآن، الفلسطيني عند العدو كما ذكر العدو على لسان عسكريه وسياسيه، أن الفلسطيني الطيب هو إما أن يكون ميتا أو مقتولا أو مهجرا أو مستعبدا يعيش تحت وطأة حذاء أعداء الله تعالى. إذن فالمسألة واضحة، فلا أمن في غزة أبدا، لأنهم يرون كما سنرى أن الفلسطيني لا ينبغي أبدا أن يكون ممن يدافع عن أرضه، وليس له إلا أن يهجر أو أن يقتل أو أن يستعبد. أما أن يصير عبدا لغير الله فهذا أمر مستحيل، فإن أولئك هم أهل القرآن، وثباتهم جعل العالم يتحدث على أن هنالك شبه إعجاز لم يشهد التاريخ له مثيلا، ولكنها تربية القرآن.
وقال الذين كفروا لولا نزل هذا القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك. نعم نعم، لا يمكن أبدا لهؤلاء أن يستسلموا، إنما هو نصر أو استشهاد. أما قضية هجرون فلن تتكرر أبدا مأساة 48 وما قبلها وما بعدها. أما قضية الموت فكلهم مرابطون سكانا مدنيين وأولئك المجاهدون، فهؤلاء ليس لهم إلا أجر الرباط والجهاد في تلك الأرض المقدسة. أيوة، ومن قتل منهم فهو شهيد. لا إله إلا الله، محمد رسول الله. فالنقطة الأولى، لا أمان في تلك الأرض إلا الأمن الذي يقذفه الله تعالى في قلوب أولئك الرجال، إلا السكينة التي يستشعرونها وهم يستشعرون معية الله معهم، إلا الرحمة التي تنقدح من قلوبهم بفرط حبهم لله. هذه الأولى. ثانيا، المسألة الثانية، الحجة التي يلقيها العدو في كل مرة يتعرض للسكان، يقول بأن طائراتهم قامت بعملية في تلك المنطقة لوجود مخربين أو قيادة للمقاومة تدير منها عملياتها. لا إله إلا الله، محمد رسول الله. والعدو لا يحتاج لذرائع لكي يفعل هذه المجازر، فهذه هي طبيعته. طبيعته أن القرآن يقول ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، وما دمتم لم ترتدوا عن دينكم فإنهم سيقاتلونكم دائما. يقول تعالى ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم، انظر فيميلون عليكم ميلة واحدة. فالقرآن واضح، يقول تعالى يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. نعم، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. يقول تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولن اتبعت أهواهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. فهؤلاء لا يعدمون أبدا الحجة والذريعة التي بموجبها يعتدون على الآمنين، لأن أغلب هؤلاء الشهداء هم النساء، هم العجزة، هم كبار السن، هم الأطفال، فهم لا يتورعون عن فعل أي شيء وعن اجتثاث كل شيء يتحرك. فسموتريتش يقول لا بد من القضاء على هؤلاء الأنجاس من هذه الأرض، وكذلك قال كل أولئك الذين يعتبرون من حخاماتهم اسمعوا لهم ما يقولون، وأن دينهم يعطيهم الضوء الأخضر أن يفعلوا في هؤلاء الأمميين كل شيء. يقول تعالى ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، أي لا سبيل للأميين أبدا على هذا الشعب الذي يزعم أنه شعب الله المختار. هذه العقيدة عقيدة الاستعلاء، عقيدة نقاء العرق، العقيدة التي بموجبها يرى هؤلاء أنهم شعب الله المختار وأن الأمم كلهم خلقت لخدمتهم. يا الله، إذن فهم إذا صرحوا بأنهم إنما قصفوا المنطقة لوجود المخربين أو لوجود مكاتب لإدارة المعركة تستعمل من قبل المقاومة، فهذا فقط كلام يقال ولا يحتاجون أبدا لذريعة ليفعلوا ما يفعلون الآن. ثالثا، جرأتهم هاته التي يستعملونها ويترجمونها مجازر يومية
في القطاع وفي الضفة، إنما يفعلون ذلك دون أن يرف لهم جفن، لأنهم يعلمون أن العالم كله يقف إلى جانبهم. فأمريكا هي التي تزودهم بالسلاح، أمريكا هي التي تبرر لهم ما يفعلون، أمريكا هي التي تستعمل حتى في الأمم المتحدة مبدأ النقض لكل ما يراد لاستصدار قرارات ضدها. إذن فأمريكا والغرب يقفون إلى جانبها ولا يسمحون لأي أحد كيفما كان مجرد انتقاد هذا العدو. ولذلك فلتهنأ وليهنأ الأعداء وليفعلوا ما يشاءون، فإنهم لن يتابعوا ما دام هذا العالم الظالم مشكل بأنه إنما يسير من قبل المنتصرين بعد الحرب العالمية الثانية. رابعاً، إنما يجرئهم على فعل ذلك هو هذا السكوت العجيب والتواطؤ الغريب من العالم الآخر من غير الغربي، إلا فيما ندر من بعض الشعوب الإسلامية التي تجد نفسها مكتوفة الأيدي وهي تحاول أن تقدم ما تستطيع من دعم، ولكن هذا الأمر في هذا الزمان لا يمكن أبدا أن يؤدي الواجب الذي تستشعره الأمة نحو إخوانها، وإنها لتتحصر ويكاد الأسى يقتلها لأنها لا تجد الكيفية التي تجعل هؤلاء يبرئون ذمتهم بين يدي الله لتقديم ما أوجب الله عليهم تجاه إخوانهم. قال تعالى: وإذا استنصروكم في الدين فعليكم النصر، فواجب عليكم أن تنصروا إخوانكم يستنصرونكم. إذن هذه أربع مسائل لا بد من التعليق عليها. الأولى: لا مكان آمن في غزة. الثانية: حجة وجود مخربين هي حجة داحظة. رابعا: تفعل ذلك لأن أمريكا والغرب هو الذي يمدها بالسلاح، هو الذي يمدها بالدعم السياسي واللوجستي وكل أشكال الدعم القانوني والاقتصادي والسياسي والاجتماعي والدبلوماسي والثقافي، كل أنواع الدعم. ورابعا: عدم وجود من المسلمين من يقدم لهم الدعم بكيفية فعالة للأوضاع التي تعرفونها. هذه النقطة الثانية. الثالثة: إن شاء الله تبارك وتعالى، نحن الآن، ما الذي ينبغي إن شاء الله تبارك وتعالى أن نفعله؟ أولا، نحن كمسلمين لا بد أن نظل نكرر أننا مع إخواننا، نقف معهم ونعرف بقضيتهم وننشر كل ما يعرف بهم ونشكل الإعلام البديل الذي يراد عياذا بالله أن يتم ترويج فقط قصاصة من مصدر واحد، مصدر الأعداء. فنحن بإذن الله تعالى لابد أن يكون هذا الصوت حاضرا في المعركة لتعرية كل الملابسات الثقافية والعقدية والفكرية والاستراتيجية التي تحيط بهذا الأمر. إذن فهذا واجبنا في هذا الظرف، ولا نسكت أبدا ما دامت أنفاسنا تتردد في صدورنا، فهذا واجبنا. ثانيا، واجبنا بإذن الله تعالى أن نقول للمسلمين: هذا واجبكم جميعا، وأن هذا الذي يحدث هو أمر طبيعي لا يصيبنا باليأس، فاليأس نوع من الكفر، ولا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فنحن أبدا لا نصاب باليأس، ولا ينبغي أن تنطلي علينا مسألة كثرة المجازر حتى يتبلد الحس، بل لابد أن نعيش متربصين منتظرين فرج الله تبارك وتعالى، ولن ننسحب من المعركة أبدا ما حيينا. فنحن نعتبر أنفسنا ليس فقط مؤيدين، ولكننا بإذن الله في المعمعة وفي المعركة، وكل يقوم بدوره الذي أوكله الله إليه، تبرئة للذمة بين يدي الله وقياما بالواجب وإعطاء الدليل أنك أنت من هذه الأمة. وحين يسألك ربك ما صنعت لإخوانك وأنت تشاهد ذلك الجثث واللحم المتطاير للأطفال والأشلاء وصرخات إخواننا،
فماذا تقول لربك؟ هل تقول أنا الآن انتهيت ورحت لكي أتابع المقابلات والمباريات والمسلسلات والتهارش بين المسلمين؟ لا والله، هذه معركتنا جميعا، وإن ما تؤدي إليه من أثار ستشمل الجميع. إن الرسول عليه الصلاة والسلام أشار في حديث معجز عن مسألة فتنة الدهيماء، هذه الفتنة السوداء المظلمة، قال لا تترك أحدا من أمة رسول الله إلا وتلطمه. ما معنى أن الأمة كلها ستسأل عن هذا، وما من فرد في الأمة إلا وستلطمه، أي سيصير مصابا بهذا الذي يصيب إخواننا، وستسأل ماذا قدمت لإخواني. هذه المسألة لا بد أن نبين حقيقتها. ثالثا، لا بد أيضا في خضم هذه المعركة أن نبين للناس طبيعة العدو وحقيقة هذا العدو، انطلاقا من قرآننا الذي أدخل إلى المعركة من قبل أولئك الفئة المنصورة التي يضرها لا يضرها من خاذلها ولا من خالفها. لابد من تقديم هذه الصورة. علاش؟ لأن بعض أبنائنا المغررين المخدوعين في هؤلاء الأعداء يقولون كلاما، أو على الأقل يؤثر فيهم من يقول كلنا عياذا بالله أعداء. هؤلاء المدافعين عن هؤلاء المثبطين، هؤلاء المخذلين، أو أولئك الذين يحملون ألقاب علماء من المداخلة والجامية، الذين لا شغل لهم إلا التصويت، إلا ضرب إخواننا. فكأن الأعداء إنما فقط يمارسون الآن هذا الإجرام في هذا الوقت بالضبط. أناسيا أن الأعداء لم يحتاجوا أبدا، وقد جيء بهم من العالم كله بفعل بريطانيا والغرب لغرسه في هذا لكي يشكل قاعدة عسكرية متقدمة للأعداء للتفريق بين الأمة والتحريش بينها، حتى تظل مكبلة لا تقوم بالأدوار التي الله تعالى طوق أعناق أفرادها في هذا العالم. كنتم خير أمة أخرجت للناس، كنتم خير أمة أخرجت لتامرون أنتم أخرجتم للناس كلهم، فجيء بهؤلاء ليعرقلوا مهمتكم في أن تقوموا بالدور المنوط بكم وإشغالكم في الداخل، حتى تظلون منشغلين عن قضية القضايا، وهي أن تكونوا بإذن الله حملة هذا النور إلى هذا العالم المظلم الذي يتحكم فيه المستعبدون للبشر. هذه واجبنا نحن بإذن الله تبارك وتعالى. واجبنا أيضا أن نقول لهؤلاء الذين كانوا ولا زالوا يفتحون أفواههم بأنهم بإذن الله سيردوا وسينصروا، دائما كنقول هذا الكلام، إذا لم يكن هذا يحرك تلك الأساطيل وتلك المستودعات الكبيرة من الأسلحة التي يصيبها الصدى انتقاما لهؤلاء المظلومين. يا وراء المظلومين، هنا هل هنالك مظلومون أكثر من هؤلاء؟ يا من ترفعون شعار المظلومية ولا تتحركوا ولا تسرعوا إلا لقتل المسلمين بناء على ثارات لتاريخ مضى ويسيل الدم مغزارا، إذا لماذا ترون كل هذا وبعد عام 341 الآن 342 يوم لم يبقى إلا القليل على انتهاء العام، عام بأكمله، فمتى يتحرك هؤلاء؟ لابد أن نبين أن هؤلاء لو كانوا فعلا تهمهم هذه القضية ويهمهم فعلا الدفاع عن المظلوم، متى يتحركوا؟ وهذه المجازر التي يشاهدها العالم. ولذلك أيضا من مهمتنا فضح هؤلاء وتعريتهم على حقيقتهم حتى لا ينخدع الناس، فهنالك من ينخدع بالعدو الصوصي، وهنالك من ينخدع بالعدو الصفوي. هذه من مهمتنا نحن. لا إله إلا الله محمد رسول الله. أخيرا وليس آخرا، في النقطة الرابعة، فإننا بإذن الله تبارك وتعالى نقول هذه الفئة المنصورة
هي التي سيجري الله تعالى عليها قدر تحرير وتطهير تلك الأرض، فلن تطهر تلك الأرض إلا بأناس أيديهم متوضئة وقلوبهم بالإيمان عامرة وألسنتهم بالقرآن مرطلة، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، بالليل رهبان وبالنهار فرسان. هؤلاء الذين يختارهم الله تعالى لتطهير تلك الأرض، وهذا الذي يقع لهم هو لتخريج هذه الأمة التي سيجري الله عليه خيرا كثيرا، خيرا كثيرا للعالم كله، لأن ما يقع في تلك الأرض ستكون آثاره بركة على العالمين وليس فقط على تلك المنطقة، فكان لابد أن تكون الفاتورة على قدر هذه النتائج. ثانيا، هؤلاء الذين يلقون ربهم هم فرحين عند ربهم، يرزقون عند ربهم فرحين مستبشرين بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هم رحلوا إلى ربهم، نحن من يبكي على نفسه، أما هم فقد نالوا ما كانوا يطلبون. إن التي كانوا يطلبون لهي التي عليها أحرزوا، وهي التي حققها الله لهم. فيا سعادة من أوتي شهادة، قال تعالى ويتخذ منكم شهداء. الله هو الذي يتخذ، الله يختار شهداء. يا الله يا الله يا الله. رابعا أو ثالثا، ثالثا أقول إن هؤلاء يعرفون أن العرق النابض في الأمة الذي يقف رأس حربة في مواجهة المشروع الذي تتحمل وزره الدولة العميقة لإشاعة في العالم، مشروع ما يسمى باستعباد الإنسان لشهواته للشبهات. هذا المشروع يعرف أن رأس الحربة هو هذا الإسلام الذي تمثله هذه الحركة المجاهدة في تلك الأرض، الله، ولذلك هو يريد أن يقضي عليها، لأنه يعتقد أنه بالقضاء عليها سيتم القضاء على الإسلام. وأنا الآن أطمئنهم وأقول لو كان للإسلام أن ينتهي لانتهى حينما خرج النبي مهاجرا مع صاحبه وهما في الغار، حتى وقف المشركون وقد أغرتهم الجائزة المجزية 100 ناقة، من يأتي برأس محمد أو ببكر صلى الله على الحبيب ورضي الله على صاحبه حيا أو ميتا، وقفوا على فم الغار والنبي صلى الله عليه وسلم تحركت فيه الشفقة على النبي خوفا من أن يرى وهو رجل كسائر الرجال، لكن يخاف على حامل الرسالة فيبكي، يقول يا رسول الله لو أن أحدا كلف نفسه عناء النظر إلى موضع قدمي لرآنا، فقال له النبي بكل اطمئنان لا تحزن إن الله معنا، ما ظنك باثنين الله تعالى ثالثهما، فأنزل الله هذا قرآنا يتلى إلى يوم القيامة إلا تنصروه. يا من لا يريد نصرة الحق فقد نصره الله، الله هو الذي ينصر. إذا خرجه الذين كفروا ثانية اثنين إذ هما في الغار، نصره وهو مهاجر من تلك الأرض وهو في الغار وقد وقف المشركون على فم الغار، وليس بينهم وبين أن يجدوه إلا أن يلتفت أحدهم إلى الغار. يا الله يا الله. لو كان للإسلام أن ينتهي، لكي أطمئنكم يا معسكر أعداء هذا الدين، لو كان للإسلام أن ينتهي لانتهى حينما ذهب سراقة بن مالك وتبعهم وكاد أن يصل إليهم، فبدت قوائم فرسه تسيخ في الأرض إلى المرة الثالثة حتى طلب الأمان، فالذي خرج في الصباح يطلب رأسه ليأخذ الجائزة المجزية عاد ومعه بشرى النبي صلى الله عليه وسلم أنك ستلبس سواري كسرى، فقال متعجبا كسرى، سواري كسرى بن هرمز؟ قال نعم. فعاد مساء ذهب صباحا لكي يأتي به، وعاد في المساء لكي يوري عنه
حتى إذا لقي أحد في الطريق يقول أنا ذهبت من هذه الطريق وليس هنالك أحد. سبحان الله سبحان الله. لو كان للإسلام أن ينتهي لانتهى يوم أحد، حينما الصحابة يعني ألقوا السلاح ولم يبقى مع النبي إلا رجلان، طلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لو كان للإسلام أن ينتهي لانتهى حينما هجم الأعداء من كل حدب وصوب على العالم الإسلامي. من الشرق جاء المغول كالجراد المنتشر، من الغرب جاء الصليبيون، فوقع العالم الإسلامي بين رحى بين رحى شقين، شق جاء من المشرق والشق الآخر من المغرب، كلهم اجتمعوا على استئصال الإسلام كما هو الحال اليوم كما هو الحال اليوم. ولكن كلها كل تلك الحملات وكل ذلك الذي أنفقوه إنما عاد عليهم بالوبال والخسران. الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. إن هذا الدين عظيم، الله تعالى اختاره آخر نسخة وتكفل بحفظ القرآن وجعل هذه الأمة لا تموت، وجعل فيها فئة سمها الفئة المنصورة، هي التي تحمل أمانة الدفاع عن هذا الدين. وسينصر الله هذا الإسلام على يد هذه الفئة، شاء من شاء وأبى من أبى. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. أقسم بالله لينتصرن الإسلام ولو تكالب كل العالم. ونعرف أن لابد قبل أن ينصر الله هذا الدين لحكمة، لابد من وقت تخريج الأمة، لابد من وقت إخراج أصدق ما في قلوب الصادقين، لابد من وقت تفكيك تلك الجبهة للأعداء، لابد من وقت. ولذلك فإن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. لم منهج للمسلمين بعضهم أولياء بعض، اليهود والنصارى، ومن يتولهم منكم زين، هذا ربي يقول، فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. اسمع اسمع، فتراهم، الله أكبر، فترى الذين في قلوبهم مرض، خسروا يبانوا، يسارعون فيهم، مش يسارعون إليهم، يسارعون فيهم كأنهم يعيشون تحت وطأتهم وفي خدمتهم، يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، نحن إنما نسارع فيهم ونخدم مشروعهم خوفا من أن يدور أن تكون الدائرة علينا. يا الله شو ربي واسمه جوب. فعسى الله، الله هو الذي يدير المعركة، فعسى الله 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 فعسى الله أن ياتي بالفتح. الله 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 الله، لا إله إلا الله، أن ياتي بفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم، وصلى الله وسلم على حبيبنا محمد، والحمد لله رب العالمين.